في ختام محادثات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، إشادة أممية بدعم مصر لجهود المنظمة الدولية للتوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. الحكومة اللبنانية توافق على خطة للتعافي المالي، وميقاتي يتعهد بأن تضع الحكومة مقومات النهوض الاقتصادي في مقدمة أولوياتها. فرنسا تكشف عن تشكيلة حكومتها الجديدة برئاسة إليزابيث بورن. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تمكنت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين حول المسار الدستوري، وذلك في ختام اجتماعها بالقاهرة، من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور. وفي كلمتها في ختام أعمال اللجنة، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة حتى نهاية العام. كما قررت وزارة الداخلية مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة، تمام، وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي إن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله يعني. المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح.
واقفين معاكي بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجاً، ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، فبتسهل على المواطن إن هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذاً لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين، بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاكي بروح وقلب. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين، ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غذائية، كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 14 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 444 قضية، من بينها 84 قضية لخبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وقد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية. أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة للتعافي المالي في آخر جلسة حكومية لها، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. تشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل المطلوب بقيمة 3 مليارات دولار. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة تضع خططا لحفاظ على مقومات التعافي الاقتصادي والنهوض بكافة القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي. وفي مقدمة أولوياتها، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أوضح فيه ميقاتي أن الحكومة أرسلت عددا من مشروعات القوانين إلى البرلمان، وفي مقدمتها مشروع الموازنة، وشدد في الوقت ذاته على بدء مرحلة التعافي التدريجي بأسرع وقت ممكن. الهم الأساسي في هذا الملف وقف الانهيار والحفاظ على المقومات التي تساعد على التعافي وبشكل أساسي لحماية حقوق المودعين وتمكين كافة القطاعات من ضمنها القطاع المصرفي من النهوض مجددا. من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة،
فهو المعبر الأساسي للإنقاذ، وهذا ما عبر عنه جميع أصدقاء لبنان الذين يعبرون عن نية صادقة لمساعدتنا. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بالعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس. وذكرت الرئاسة التونسية أن الهدف من مشروع الدستور الجديد هو تأسيس جمهورية جديدة في البلاد. إلى ذلك قال سعيد إنه سيعيد صياغة دستور جديد ينقل تونس من مرحلة الألم إلى الأمل. جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس على أن مثل هذا التحقيق ينبغي أن يتضمن تحديد المسؤول عن قتل شيرين أبو عقلة، والتي استشهدت متأثرة بإصابتها في أثناء تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية. Into the alliance if they so choose. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مصنع أزوفستال بالكامل بعد إخلائه. من جانبه قال قائد كتيبة أزوف الأوكرانية أنه تم إجلاء المدنيين والمدافعين عن المصنع المصابين بجروح خطيرة، وأشار إلى أن عملية انتشال الجثث للقتلى ما زالت مستمرة حتى الآن. كانت السلطات الروسية قد أعلنت أن أكثر من 2000 من المدافعين عن مصنع أزوفستال للصلب في ماريبول استسلموا منذ يوم الاثنين الماضي. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن عملية تحرير أراضي منطقة لوهانسك شارفت على الانتهاء. كما توعد شويغو باتخاذ بلاده الإجراءات المضادة مناسبة ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود. وأوضح وزير الدفاع الروسي أن بلاده سترد وبقوة بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا حماية الروس وسكان دونباس.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي أن أوكرانيا رفضت تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء حول العالم. عندما لم تقم أوكرانيا أو رفضت أن تنفذ قرارات مجلس الأمن واتفاقات مينسك ولم يبقى أمامنا أي حل سوى البدء في هذه العملية الخاصة العسكرية، وكلما توقعاتنا حول ما كان يسعى الغرب لتحويل أوكرانيا إليه كانت قد أثبتت، وإن العملية التي أقرها الرئيس بوتين وهدفها حماية السكان المدنيين في أوكرانيا وبالأخص في دونباس وعدم السماح بتشكيل تهديد من ينطلق من أوكرانيا لأمن بلدنا. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرف دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بنحو 600 مليون يورو. أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تم اقتراح قرض إضافي لأوكرانيا بنحو 9 مليارات يورو في هذا العام، مشددة على سعي المفوضية لإنشاء منصة لإعادة إعمار أوكرانيا. تعهدت مجموعة السبع تقديم 19.8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة بألمانيا. وأوضحت مجموعة السبع أنه تم تخصيص 9.5 مليار دولار من مبلغ الدعم كتعهدات جديدة بهدف مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني. Им она либо была оказана, либо оказывается. По судьбе остальных я могу уточнить. كشف كولن ألس رئيس الائتمان لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كشف أن الوكالة في طريقها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، ورجح أن تشهد اقتصادات العالم ركودا اقتصاديا بسبب الظروف الراهنة. أضاف ألس أن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة شاملة لتوقعاتها الاقتصادية والتي كشفت عنها في مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت أظهرت أن اقتصادات مجموعة 20 ستنمو بنحو 3.5% خلال العام الجاري 2022، وهو ما أصبح من الصعب تحقيقه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وافق بنك التنمية الإفريقي على تسهيل ائتماني طارئ بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج المواد الغذائية لعشرين مليون مزارع في القارة لتفادي أزمة غذائية تلوح في الأفق بسبب الأزمة الأوكرانية. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، مؤكدا أن عائلات بأكملها في منطقة الساحل الإفريقي على شفا المجاعة. أعلنت في فرنسا تشكيلة الحكومة الجديدة بعد إنهاء رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من اختيار أعضاء فريقها الوزاري، وذلك بعد 4 أيام من اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبورن لتكون بذلك على رأس الحكومة الجديدة. أسفرت التشكيلة الحكومية الفرنسية الجديدة عن تعيين كاثرين كولونا وزيرا للخارجية، وبرونو لومير وزيرا للمالية، وسبيستيان لوكارنو وزيرا للدفاع.
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن إن الأولوية التي تتصدر قائمة أعمال حكومتها ستكون القوى الشرائية وأسعار الطاقة. وأضافت بورن خلال مقابلة تلفزيونية إن أولي الحزم التشريعية التي ستطرحها الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل ستركز على مساعدة المواطنين الفرنسيين على التعامل مع التكلفة المرتفعة للمعيشة. من بين تحديات كثيرة وملفات شائكة تفرض نفسها على أجندة عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الجديدة، يبرز تحدي تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة ومساعدته في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو المقبل. فإليزابيث بورن التي تولت رئاسة الحكومة قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية مطالبة الآن بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية، والذي شدد بدوره على أن حكومته ستكون منفتحة على أي شخص يدعم مشروعه، متعهداً بأن تكون البيئة مركزية في ولايته الثانية. تحديات داخلية وخارجية كثيرة تنتظر ترتيب أوراق البيت الفرنسي، يتصدرها أيضاً أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعهد الرئيس الفرنسي أنه سيبقي على الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء وخصماً حكوميا على أسعار الوقود في المضخات إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، كما حدد المزيد من التدابير بما في ذلك دعما أكبر لذوي الأجور المنخفضة والعاملين لحسابهم الخاص وأيضا المعاشات. وعلى الصعيد الدولي ما زالت فرنسا تبقي على عدد من الأولويات قبل شهرين من انتهاء رئاستها للاتحاد الأوروبي تتمثل في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد والسيطرة على الهجرة غير المشروعة وتعميق التعاون الدفاعي إلى جانب تطوير نموذج نمو اقتصادي أوروبي قائم على الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة. كما لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا تفرض نفسها على أجندة ماكرون خارجية والتي ربما تحمل في جعبتها المزيد خلال الفترة القادمة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي الباحث في الشأن الدولي. تحية لك أستاذ طارق. يعني كيف قرأت أولا تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة وردود الأفعال في الشارع الفرنسي تجاهها؟ مساء الخير يا سيدتي وشكرا للاستضافة. الرئيس ماكرون يتابع بما نسميه طريقة التعاطي بنحو الإدارة العامة في فرنسا، فبعد تعيينه وزيرة مارست عددا كبيرا من المهام الوزارية كموظفة عالية في الدولة الفرنسية وبعدها أصبحت موظفة، فهو الآن يعين عددا كبيرا من الوزراء الذين كانوا ولا يزالوا نوعا ما في الإدارة العامة. ولكن التعيين المهم لو سمحتي في هذه الوزارة هي البقاء على وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة الداخلية مع الأشخاص الذين كانوا موجودون منذ البدء هذه الحكومات، وخصوصا السيد برونو لومير الذي هو وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والوزيرين وزير العدل الذي كان سابقا محاميا مشهورا ولا يزال، ووزير الداخلية. أما التغيير المهم هو في وزارة التربية ووضع هذا الأستاذ الخبيث في ما نسميه تاريخ الاستعمار الفرنسي والذي هو مدرس في الجامعة، وهو أيضا واضح أن هذا الرجل له أبعاد بمقاربة موضوع التربية الفرنسية وخصوصا بعد المشاكل التي عانتها فرنسا بموضوع نوعا ما التطرف عند بعض الأطفال وعند بعض التلاميذ داخل المدارس. المهم في هذا الموضوع أنه هذه الوزارة تثبت أن الرئيس ذهب باتجاه ما لتشكيل ما يسمى نوعا ما تاسك فورس، قوة فاعلة لها علاقة بمفهوم البيئة ومفهوم كيفية الوصول إلى وقف الاعتماد على الوقود الاحفوري او الطاقه وانشاء ما يسمى نوعا ما طاقه جديده. لذلك انشئت اداره مهمه تابعه لرئيسه الوزراء ستهتم في هذا الامر وستشبك الاعمال ما بين تقريبا 4 وزارات.
نعم، تحدثت أستاذ طارق عن تعيين وزير للتربية، يعني وفق ما ذكرت حضرتك، هل لذلك علاقة أو ارتباط ما بتعيين وزيرة للثقافة فرنسية من أصول لبنانية؟ لبنانية. السيدة ريما عبد الملك هي مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الثقافية سابقا، وهي كانت دعينا نقول ظل وزيرة الثقافة التي انتهت، يعني التي ذهبت التي كانت قبل، وتعيينها يعطينا بعد أن الرئيس ماكرون يفهم أن الثقافة في فرنسا لها أبعاد بتطعيم الثقافات الأخرى التي قدمت إلى فرنسا. والسيدة ريما عبد الملك التي تملك يعني إرثا مهما بهذا المفهوم تستطيع أن تلبي هذا الوجه الجديد الذي قد يعطي للثقافة الفرنسية أبعادا كثيرة. أعطيك مثل بسيط، مثلا اليوم داخل باريس هناك معهد العالم العربي، وهذا المعهد الذي الفكرة بدأت في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران وتطورت، والآن يبحث معهد العالم العربي لكي يكون له فرعا في نيويورك، بمعنى أن تنتقل هذه المؤسسة الثقافية التربوية إلى مكان آخر حيث هناك ثقافة أخرى، ثقافة أنجلو ساكسونية ولكن تنويرا للثقافة العربية. لذلك الرئيس ماكرون يحاول عبر هذه الوجوه الجديدة وبعض الوجوه القديمة أن يقول للفرنسيين الذين سينتخبوا في شهر يونيو القادم المجلس البرلمان القادم أنني وسعت حكومتي بكل ما نسميه مكونات المجتمع الفرنسي، هذا النسيج الذي فيه كل الفرنسيين الذين قدموا، يعني الذين قدموا أصبحوا فرنسيين ويحبون فرنسا، وهذا يعني نوعا ما هو يعني نوعا من الدعائية، وهي محاولة لمواجهة أيضا جان لوك ميلانشون والتحالف الذي يحاول أن يحصل عليه أيضا للمواجهة في الانتخابات البرلمانية. ولكن دعني أسألك أستاذ طارق عن احتفاظ وزير المالية بحقيبته ووزير الداخلية، برأيك في ظل احتفاظ هذين الوزيرين بمنصبيهما، ما أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل القريب لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهي أهم المشكلات المواطن في فرنسا؟ يجب أولا أن نقول أن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية هواهم يميني، بمعنى أنهم قدموا من أحزاب اليمين وليسوا من أحزاب اليسار، مثلا مثل وزير التربية الذي قدم من اليسار، وبعض الوزراء الذين مثلا رئيسة الحكومة هي قادمة من الحزب الاشتراكي. إذن الرئيس ماكرون عبر هذا الموضوع يريد أن يكون هناك إكليبر، توازن بالمفهوم السياسي. أكثر من ذلك، حضرتك الذي قلتي، يعني هناك تكملة للبرامج الذي يريدها الرئيس ماكرون على المستوى المالية العامة الفرنسية وتخفيض الدين وتوجيه نوعا ما ما يسمى عودة الصناعة إلى فرنسا والإنتاج المحلي الذي هرب من فرنسا، ورأيناه فعلا عندما حقبت أزمة كورونا كيف حصل. فرنسا لا تستطيع أن يعني يكون لديها ماسك، لا تستطيع أن يكون لديها عدد كبير من المستلزمات الطبية. زد على ذلك بموضوع الداخلية، هو يريد أن يقبل بالمشاريع التي يعني يجب أن نذكر أن القانون، قانون الانفصالية الذي كان يدعو وقف كل الحركات التي هي المتطرفة وبالتحديد الإسلامية التي تذهب بعيدا خارج إطار مفاهيم الدولة الفرنسية وبالتحديد العلمانية وفصل الدين عن الدولة في التعاطي السياسي. لذلك هناك نوعا ما استمرارية، هناك هواء استمرارية عفوا بهذه الحكومة، وهذه الحكومة يرغب الرئيس ماكرون كما قلت لك من جهة أن يطمئن الناخب الفرنسي، ومن جهة أخرى أن يقول للنائب الفرنسي الذي يتبعه أو للمنتخب الفرنسي الذي يتابعه أنه على خطى أن تستعيد فرنسا هذا الدور الذي كانت تأخذه في العالم. أشكرك على ذلك. أن في يونيو الحالي ستنتهي فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي،
والدليل على ذلك يجب أن يكون هناك ناتجا حقيقيا يعطيه الرئيس ماكرون للدولة التي ستستلم الرئاسة بعده، لكي يقول أن فرنسا أعطت كل ما لديها لإنقاذ الاتحاد الأوروبي وتكملة مشروع. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طارق زياد وهبي الباحث في الشأن الدولي، كنت معنا على الهاتف من باريس. قالت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية والمعنية بمخاطر العدوى والتي يمكن أن تتحول إلى وباء. إلى ذلك شرعت السلطات الصحية في بريطانيا في تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بجدري القرود. يأتي هذا في وقت تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا. وأعلنت بريطانيا ارتفاع عدد المصابين بالمرض الجديد إلى 11 حالة، فيما قال المتحدث باسم وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية. أطلقت وزارة الصحة 8 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنطلق القوافل اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية، وتزور القوافل محافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط وبني سويف والأقصر وسوهاج. سلم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة 50 سيارة حديثة تعمل بالغاز إلى السائقين بعد استبدال السيارات التي تعمل بالسولار. هذا وأكد المحافظ أنها هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء شمال سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضاف شوشة أن الدفعة الأولى من المبادرة تبلغ 50 سيارة، على أن تتبعها الدفعتان الثانية والثالثة بواقع 50 سيارة لكل منهما. كما طالب منظمات وهيئات المجتمع المدني بتبني تنفيذ العديد من المبادرات لصالح أبناء المحافظة في مختلف المجالات، بما فيها إصلاح وتأهيل الطرق التي تعرض المواطنين للحوادث.
الدفعة دي طبعا هتمشي على في الداخلي، ثم الدفعة الثانية والثالثة هتكون في خارج المحافظة. بتمنى التوفيق، وبقول لكل أخواننا السائقين بنشدهم إن هم طبعا زي كده السيد الرئيس ما عمل معاهم الواجب الكبير ده، عايزين هم برضو يترجموا هذا الواجب مع أهلنا في محافظة شمال سيناء. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي عملها لأهالي شمال سيناء. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بنشكر السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة باستبدال السيارات المرسيدس القديمة بسيارات حديثة 22. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة هي نتاج لمجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ويأتي ذلك كبداية لتنفيذ هذه المشروعات، والمتوقع أن يعقبها عدد من الخطوات الضرورية لتفعيلها وصولا إلى توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعات على هامش انعقاد مؤتمر كوب 27 خلال نوفمبر القادم. وقال زكي إن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار، لتبلغ الطاقة الإنتاجية من الوقود الأخضر أكثر من 5 ملايين طن سنويا. اهتمام كبير توليه الدولة لقطاع المتاحف خلال السنوات الأخيرة الماضية، خاصة في ظل المتابعة المستمرة للقيادة السياسية واهتمامها بملف السياحة والأثار. ويعد متحف أثار الوادي الجديد واحدا من أهم المتاحف التي تزخر بها مصر، خاصة وأنه يضم قطعا أثرية متنوعة منذ عصر ما قبل التاريخ، مرورا بالعصر الفرعوني والروماني واليوناني والبطلمي والقبطي والإسلامي. هنا متحف أثار الوادي الجديد، هنا التاريخ منذ أكثر من 4000 عام، قطع أثرية متنوعة منذ عصر ما قبل التاريخ مروراً بالعصر الفرعوني والروماني واليوناني والعصر البطلمي والعصر القبطي والإسلامي. وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، نظم متحف أثار الوادي الجديد معرضاً مؤقتاً يضم عدد 4 رسائل من ألواح الطين المحروق كتبت عليها رسائل متنوعة. رسائل الأجداد هي عبارة عن مجموعة من القطع الأثرية، عبارة عن قطعتين من الطين المحروق يرجعون إلى عصر الدولة القديمة، يؤرخ لهم بعصر الملك بيبي الثاني، وجدوا في منطقة عين أصيل. المتحف يقام فيه ورش عمل يحرص على حضورها الكبار والصغار على حد سواء، ويسبقهم إليها الفنانون التشكيليون الذين يستخدمون الصلصال لتشكيل قطع فنية بأنامل الأطفال، ليغرسوا بداخلهم حب العمل والانتماء والحفاظ على الآثار. احنا على هامش اليوم العالمي للمتاحف عملنا كذا فعالية، منها المعرض باسم رسائل الأجداد، وبرشة عمل عن الفخار وتراث الواحات، كمان أقمنا ندوة عن تطور الكتابة الهيروغليفية. المتاحف أصبحت ليس مكان لتخزين الآثار فقط، وإنما مكان مؤسسة تعليمية ثقافية بتبص للمجتمع وتتواصل معاه، إزاي إن المتحف ليه دور كبير في إنه يوصل الرسالة، يوصل
يوصل رسالة إنه هو مكان ليس يخزن به الآثار وإنما مكان تثقيفي وتوعوي، والنهضة بالذات اليوم ده بيتيح للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور. متحف الآثار بالوادي الجديد منارة علمية وثقافية لكل مهتم بالتاريخ والحضارة والباحثين عن معلومات تؤرخ للواحات. نعت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم الفنان الكبير والقدير سمير صبري الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل من عظماء الإبداع، تميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل أحد ركائز نجاح الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك فيها. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدا السبت انخفاضا في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. وبأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى أن نذكر بأهم العناوين. في ختام محادثات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، إشادة أممية بدعم مصر لجهود المنظمة الدولية للتوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية. الحكومة اللبنانية توافق على خطة التعافي المالي، وميقات يتعهد بأن تضع الحكومة مقومات النهوض الاقتصادي في مقدمة أولوياتها.
فرنسا تكشف عن تشكيلة حكومتها الجديدة برئاسة إليزابيث بورن. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مسائك فل. مساء الخير يا دينا. ومسائك فل مصطفى. كل سنة وانت طيب. معاكم النهارده. حلقات نهاية الأسبوع بتبقى دايما حلقات يعني بينتظرها المشاهد، أكيد بتبقى بس ما بقتش خفيفة. خلاص يا إلهام، بقينا نتكلم عن الاقتصاد النهارده. كله اقتصاد. احنا النهارده هنتكلم عن الاقتصاد في الحلقة، لأنه اقتصاد الشارع والمواطن، ودي فقرة لذيذة كده معانا النهارده. على فكرة ممكن نستقبلها برضو من الجمهور ومن حضرتك برضو بطريقة خفيفة. مش كده؟ أتمنى ذلك يا رب. نكون بالتوفيق إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.